كلية آداب قسم مكتبات ومعلومات. طبعاً أنا بدأت الرسم وأنا عندي 4 سنين، اكتشفت أن أنا بحب الرسم أكتر. بدأت أجرب وأرسم وأجرب على الورق وسكتش وحكيت. طبعاً الرسم هوايتي، أنا بدأت أتعلم لوحدي. أكتر رسامين أنا مشهورين بحبهم جداً فان جوخ وبيكاسو. بحب أرسم العمارة، الشكل، المناظر. بحب أرسم الحكايات اللي هي في المتحف، الحكايات دي بتبقى مناظر حلوة. وأنا صغيرة عملت قوقعة وأنا عندي 4 سنين، بدأت ألبس سماعة وحكيت، وبعد كده جربت أجرب الأصوات. طبعاً أنا ما كنتش عارفة أنا هبقى إيه من غيرها. يعني في المذاكرة أنا كنت بجتهد أكتر. سعيدة أن أنا عملت إنجاز عظيم بعد كل المجهود أن أنا عملته. صبرة وجهد وإرادة وعزيمة وإصرار. ريم من ساعة ما اتولدت وهي كانت عندها مشكلة في السمع، مولودة بضعف سمع شديد، وبعدين كانت الحقيقة كان عندها شوية مشاكل بسيطة كده صحية، بس الدكاترة قالوا لنا إن هي يعني مش هتسمع، مش هتتكلم، مش هتمشي. بفضل الله الحمد لله قدرت ريم إن هي تعدي كل الكلام ده كله. كانت وسيلة التواصل بيننا وهي صغيرة الرسم. كانت اي حاجه عايزين نتكلمها انا وهي، عايزه تقول لي انا عايزه اشرب، انا عايزه اوصف لها شكل الميه، كنا بنرسم ورقه وقلم واكتب لها وارسم لها اللي انا عايزه اوصله لها. فضلنا بالمنظر دون لحد الحمد لله عملت عمليه قوقعه، بقت بتسمع زي وزي اي حد طبيعي، دخلت المدرسه وتعلمت ونجحت لحد ما وصلت انها دلوقتي بقت في الكليه. كل اللي ساعدها في كل ده عشان تعديه الرسم. الرسم بالنسبه لها حياه. الأشخاص ذوي الإعاقة مهما كانت إعاقتهم هم زيهم زينا كلنا، مفيش حد حاجة اسمها أنا مختلف. أنا كل واحد فينا بس محتاج فرصته، ومحتاج يحط رجله على أول الطريق، ومحتاج الناس بس تؤمن بقدرته وبموهبته. معرض تتلفف حرير هو معرض فني تشكيلي لمتحدي الإعاقة. الأستاذة ريم أحمد كانوا من ضمن المشاركين معنا في المعرض. المعرض كان بيعرض لوحات لحوالي 9 فنانين، كل واحد بيعرض مجموعة من لوحاته. أنا بعمل دعوة لجميع الفنانين متحدي الإعاقة، أي شخص عايز يشارك معنا في المعرض بيتقدم للمتحف باللوحات بتاعته، والمتحف فاتح أبوابه لجميع الفنانين للمشاركة داخل المتحف. يعني بغض النظر ان المعرض في منتهى الجمال والفكره في حد ذاتها جميله جدا، وهي ابراز الجانب المضيء الجميل في حياه اي انسان حتى لو بيتعرض لاعاقات بشكل مختلف. انت كمان يا ريم ما شاء الله عليكي، ربنا يبارك لك ويحميك لمامتك ولحياتك ومستقبلك. فنانه بجد، فنانه جميله، واصرارك وعزيمتك ده كان دروس. ناس كتير جدا شايفيننا دلوقتي اكيد استفادوا منها، شباب كتير صغير في السن اكيد لما شافك وشاف نجاحك هتكوني ليه قدوة، وقدوة مهمة كمان.